حضرت عناوين الكتب قديمها وحديثها، وغاب رواد المكتبة. غياب دفع مالك هذه المكتبة إلى تخفيضات للأسعار لجذب القراء. يقول إن الوضع لم يختلف كثيرا، فلا عناوين الكتب جذبت الزبائن ولا العروض. الحملة برغم أنها حملة كبيرة تصل الخصومات فيها إلى 50%، لم تكن كما يجب، لأن يبدو أن الموضوع أكبر من عزوف، يبدو أنه عزلة للكتاب في قطاع غزة. لا يختلف اثنان على ما آلت إليه الحالة الثقافية في غزة بعد الحرب الأخيرة، يقول كتاب وروائيون. فإلى جانب ما يحدث عالميا من توجه نحو الكتب الرقمية على حساب الكتب الورقية، تزيد قيود الاحتلال على المعابر الوضع في غزة سوءا على سوء. منذ أكثر من 10 سنوات لم ينظم في قطاع غزة معرض دولي للكتاب، وبالتالي المكتبات يعني تعاني من حالة يعني عوز شديد تجاه أن تسوق المنتج الفلسطيني. تراهن المكتبات إذن على حملات ذات طابع اقتصادي شكلا، وفي المضمون يظل الرهان على توعية الناس بأهمية القراءة المعول عليها في إحداث تغيير نحو الأفضل. لا يترك ضعف القدرة الشرائية للناس في هذه المدينة مجالا للتوجه إلى المكتبات واقتناء الكتب، مكتبات بحاجة إلى برامج حكومية تشجع القراء على ممارسة هواياتهم. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة.